مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة حضراتكم عارفين كرة التلج الصغيرة دي اللي الولاد الصغيرين بيلعبوا بيها دايما لما يبقى فيه تلج كده أنا عارف إنه مفيش تلج عندنا في جمهورية مصر العربية يعني ولا في أفريقيا لكن كلنا عارفين كرة التلج اللي بيلعبوا بيها لما يبقى فيه تلج كده في الجبال وبتاع لما حضراتكم الأطفال بيدحرجوها فالكرة تكبر 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 تكبر, تكبر لغاية لما تبقى كبيرة جدا جدا وممكن تكسر أي حاجة قدامها مع إنها شوية تلج خفيف جدا عضلاتكم ده بالظبط هو وباء كورونا أو فيروس كورونا بيزيد 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 في الكرة الأرضية لغاية لما هيبقى في عندنا مشكلة من الناحية الصحية كبيرة ومن الناحية الاقتصادية أيضا كبيرة اول امبارح كنت مع حضراتكم كنت بقول ان الحالات وصلت ل مليون حاله اصابه بفيروس كورونا تقريبا وصلنا ل 300 الف وفاه وحضراتكم هذه الاحصائيه بتقول ان الكلام ده في حدود الثلاث تقريبا ثلاث اربع اشهر وغالبا احنا هنستمر زي ما انا قلت برضو المره اللي فاتت لعده شهور ويمكن سنه وسنتين الله اعلم اذا الكوره هتكبر 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 حضراتكم من الناحية الاقتصادية برضو بسبب هذا الانتشار وهذا الوباء حصل ان كل الناس اغلقت او كل الدول اغلقت على نفسها. وما بقاش في اي تنقل لاي حاجة في اي حتة في, في هذه الدول. هذا الانغلاق حصل بسببه ان في كوارث اقتصادية حصلت في كثير من دول العالم. مصر الى حد ما عمل التوازن ما بين ان هي تحصل عندها شبه اغلاق او حظر تجوال المواطنين من الساعه 9 للساعه 6 وفي نفس الوقت يبقى في عمل ودايره الاقتصاد تكون مستمره حضراتكم هذا التحدي اللي بيواجهه كل دول العالم او بتواجهه زي ما برضو المره اللي فاتت قلت كوكب الارض كله هذا التحدي صعب جدا اذا كان من الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه الصحية أو من الناحية الاقتصادية والانتعاش ورجوع الدول هيكون صعب أن الاقتصاد يرجع تاني يبقى إلى حد ما محاولة أن هو يرجع ويبقى كويس العالم بعد كورونا مش هيبقى زي مش هيبقى زي قبل قبل كورونا وخريطه الاقتصاد في العالم هتتغير وفي نفس الوقت في دول هتظهر وهتبقى عظمى وفي دول كبرى هتتراجع حتر... ومش هتبقى في الصداره بعد اذنكم الاير بيس بس لو سمحتوا فحضراتكم في كثير من المساوئ الخاصه بتداعيات هذا الفيروس و... 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 وكثير من المشاكل الاقتصاديه اللي ممكن هتواجهها الدول العالم حضراتكم كلنا عارفين انه السياحة والسفر وقع ده معناها ملايين او مليارات سوري انا اسف مليارات من الدولارات هيفقدها كوكب الارض في هذا المجال تراجع في مجال او انخفاض اسعار البترول ده طبعا خسائر كبيرة جدا في التوريد وفي المصانع ومجال الانتاج انخفض وهينخفض اكثر ده لو استمر موضوع الاغلاق. حضراتكم كثير من الدول العالم حت... حت... يعني في كثير من الصناعات هتختفي وكثير من الاقتصادات هتختفي. فزي ما بيقولوا المحللين الاقتصاديين ان هذا التحدي تحدي صعب جدا على كوكب الارض اذا كان من الصح... ناحية الصحيه او من الناحيه الاقتصادية حضراتكم النمو اللي موجود في كثير من دول العالم انخفض وحينخفض زيادة حضراتكم الديون على كثير من الدول هتزيد وخصوصا طبعا الدول النامية مصر حضراتكم في الحوالي الاربع, الأربع, خمس سنين اللي فاتت كان في اصلاح اقتصادي بفضل الله نجح المصريين بان هم يستحملوا هذا الإصلاح الاقتصادي وابتدى في آخر سنة تقريباً 2019 إن احنا نجني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي والكثير من المشاريع القومية اللي المصريين بنوها. فجأة في أواخر 2019 ظهر فيروس كورونا. توقف الإنتاج إلى حد ما مش بس في مصر في العالم. في خسائر من الناحيه السياحيه كثيره جدا ولكن بفضل الله بسبب هذا الاصلاح الاقتصادي مصر قدرت انها تقف الى يومنا هذا امام هذا الوباء والتداعيات الاقتصاديه السيئه على الاقتصاد المصري بشكل عام في خلال الفتره اللي فاتت مصر عشان تحافظ على هذا الثمار اللي الحمد لله جنيناها من الاصلاح الاقتصادي فكرت وبتفكر ان هي بتاع هتاخد ان شاء الله قرض من صندوق النقد الدولي عشان تحافظ على النجاح اللي هي عملته في خلال والتعب الكبير اللي هي عملته في خلال الخمس اربع خمس سنين اللي فاتوا وفي نفس الوقت يبقى في احتياطي وخصوصا ان احنا كلنا مش عارفين هذا الفيروس هينتهي امتى. ربنا يسترها علينا جميعا وربنا يستر على صحه المواطنين في القرى الارضيه كلها وربنا يستر كمان على الاقتصاد المصري باذن الله تعالى المر على خير بهذا الموضوع وباذن الله مصر تتعد يعني تمر بهذا هذه المشكله على خير بشكل عام حضراتكم احنا عندنا فقره هنتكلم فيه عن هذا هذا الموضوع وهو المجال الاقتصادي كيف استطاع الاقتصاد المصري الصمود امام تداعيات جائحه كورونا هيكون الدكتور يمن الحماقي استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس هو اللي هيكون معانا ومشرفنا في هذه الفقره فقره الضيف حضراتكم هنبتدي في الاخبار فبعد اذنكم هنتكلم في هذه الاخبار ونبتدي من الخبر الاول السيسي يصدق على فتح اعتماد اضافي بالموازنه العامه للدوله بعشره مليارات جنيه أصدر الرئيس عفتاح السيسي القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 بقيمة 10 مليارات جنيه وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. وياتي هذا القانون المنشور في الجريده الرسميه في ضوء مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي اطار الاتجاه لموضوع خطط واتخاذ بعض الاجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي للعمل على الحد من الاثار السلبيه التي لتلك التداعيات ولدفع عجله الانتاج لكافه القطاعات الاقتصاديه. الخبر الاخر من السيسي أه يصدق على قانون تنظيم اوضاع نواب المحافظين لا يجوز الجمع بين منصبه وعضويه البرلمان. اصدر الرئيس عفتاح السيسي القانون رقم 28 لسنه 2020 في شان تنظيم بعض الاوضاع الخاصه بنواب المحافظين. وينص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر ونشر في الجريده الرسميه على إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العامة أو في الشركات التي يكون للدولة لها حق في إدارتها أو تمتلك خمسين المية فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة لا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحاله راتبه عن وظيفته او عمله الاصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنويه في جهه وتوظيفه او عمله ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفه او العمل على درج المرتب بالعلاوات وحقه في الترقيه بالاقدميه عند حلول دوره دوره فيها. الخبر ثالث رئيس الوزراء تجمعات عمرانيه ومشروعات زراعيه وسياحيه بالساحل الشمالي الغربي تابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف الحالي لاعمال لجنه حصر تصرفات الاراضي وحل المشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربي وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد إقامة تجمعات عمرانية وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. وعرض وزير الإسكان الموقف الحالي لأعمال اللجنة حيث أوضح الإجراءات نقل الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في عدد من قطاعات التنمية الرئيسية بهذه المنطقة الواعدة وهي قطاع العالمين الحمام بمساحة 38 ألف فدان وقطاع سيدي عبد الرحمن بمساحة 17 ألف فدان وقطاع الضبعة النجيلة بمساحة 451 ألف فدان وقطاع النجيلة السلوم بمساحة 244.5 ألف فدان لافتا إلى أنه تم الانتهاء من ترسيم حدود المساحات التي سيتم نقل ولايتها إلى الهيئة ويتولى المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة إرسال مسودة لمشروع القرار الجمهوري لنقل الولاية لاستصدار القرار القوة العامله صرف الدفعه الاولى من منحه ال 500 جنيه للمتخلفين من اليوم ل 14 مايو اعلن وزير القوي العامله محمد سعفان بدء استكمال صرف الدفعه الاولى للمتخلفين عن الصرف علي ثلاث دفعات من منحه العماله غير المنتظمه التي قررها الرئيس عفتاح السيسي مسانده من الدوله المصريه لهذه الفئه من العماله المضاره من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 14 مايو الجاري وذلك من خلال 14 من خلال 4000 منفذ لهيئه البريد و600 مدرسه بجميع المحافظات مشير الى انه فروع البنك الزراعي المصري انتهت اليوم الاحد من صرف نفس الدفعه. وقال الوزير أن إجمالي من قام بالصرف من الدفعة الأولى من خلال منافذ البريد وفروع البنك الزراعي وعن طريق شركات المحمول وبنكي الأهلي ومصر وصل حتى الآن إلى مليون وثلاثمائة ألف ومية ستة وخمسين مستحقاً وباقي 737168 مستحقا سيتم الصرف لهم حتى 14 مايو الجاري وذلك من اجمالي المستحقين البالغ 2 مليون و37324 مستحقا الذي تم تدقيق الذي تم تدقيق بياناتهم من ما يقرب من أربعة ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجان الوزارة المختصة بذلك تسير أربع رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج بسبب كورونا غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين أربع رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بعدة دول في الخارج بعد تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. وتسير الشركات الوطنية مصر للطيران رحلتي طيران تتجه إحداهما إلى دولة الكويت والأخرى إلى مدينة تورنتو في كندا لإعادة العالقين هناك. فيما, سي... فيما تسير شركات إير كايرو رحلتي طيران أيضا تتجهان إلى دولة الكويت. لإعادة المصريين عالقين هناك ومن المقرر أن تعود رحلات الكويت الثلاثة, الثلاثة إلى مطار القاهرة وتعود الرحلة القادمة من توراندو إلى مطار مرسى علم للمرة الثانية الصحة تتسلم أربع أطنان مستلزمات طبية ووقائية هدية من الصين أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأحد عن استقبال شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والوقائية لفيروس كورونا المستجد في كوفيد 19 للمرة الثانية هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر للمرة الثانية مؤكدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار سنوات مضت واوضح بيان انه حضر مراسم استلام الشحنه من الجانب المصري كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحه للشؤون الماليه والاداريه والدكتور محمد شوقي وكيل وزاره الصحه بالقاهره ومن الجانب الصيني كل من السفير الصيني لدى القاهره ليو آه لي تشانغ آه ليو آه والمستشار التجاري بالسفاره هاربينج هاربينج ممرات تعقيم ذات ممرات تعقيم ذاتي وتطهير عنابر السجناء وسيارات الترحيل لمواجهة كورونا وصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية وأقسام مراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفقا للبرامج الزمني المعد والذي يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية من خلال أطقم الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة وفي اطار خطه متكامله يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافه المنشات الشرطيه لحمايه المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد وتم تجهيز اطقم الطب الوقائي باحدث اجهزه التعقيم والتطهير توازيا مع اتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه والتدابير اللازمه للاطقم المكلفه بعمليه التعقيم والتطهير والتي من شانها حفظ سلامتهم غلق مصلحه الدمغه والموازين 14 يوم بعد ظهور حاله كورونا لرئيس قسم التحليل قررت مصلحه الدمغه والموازين التابعه لوزاره التموين والتجاره الداخليه غلق مقر مصلحه بمنطقه الجماليه 14 يوم بعد اكتشاف ظهور حاله كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحه وتم إغلاق المقر لتطهير وتعقيم المكان حفاظا على العاملين والمترددين على المكان في ظل تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد جاء قرار المصلحة, المصلحة بعد ظهور أعراض الإصابة على مدير التحاليل بالمصلحة بمنطقة الجمالية وعقب أه وعقب الي مستشفي واجراء مسحة له وتبين ايجابيه العينه وانه مصاب بفيروس كورونا تم اغلاق مقر المصلحه واعطاء جميع المخالفين لحالات ال 14 يوم للحاله 14 يوم 14 يوم وهي فتره حضانه الفيروس وتعليق كافه الانشطه بمقر الجماليه واجراء عمليات التعقيم وتطهير للمقر اخر خبر معانا النهارده الجيش الليبي يعلن مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا محمد هنداوي اعلن الجيش الوطني الليبي مقتل قائد الفيلق الثاني الموالي لتركيا المدعو محمد هنداوي في محور عين زاره قرب طرابلس وذلك وفق خبر عاجل لشبكه سكاي نيوز وكان مدير اداره التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب قد اكد ان ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات في حكومة السراقة عبد القادر التهامي وأشار محجوب إلى أن التهامي تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصي في طرابلس وقتل وقتل تحت التعذيب. دي حضراتكم كانت أخبارنا النهارده زي ما حضراتكم عارفين إن إحنا الحلقة بتاعت صفحة جديدة بقت أصبحت ساعة فقط بدل ساعتين وحضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله هيكون ضيفي اللي هيكون منورنا في الاستوديو الدكتور يمن الحماقي استاذ الاقتصاد جامعه عين شمس وهنتكلم عن استطاعه الاقتصاد المصري الصمود امام تداعيات جائحه كورونا فاصل وراجعين حالا